حول الموضوع انضم لنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبو ظبي المحامي محمد صبرة، كبير مفاوضين سابقا في الهيئة السورية العليا للمفاوضات. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بعد تصويت مجلس الأمن نرى بأن هناك تصعيد قوي في الغوطة، تصعيد عسكري قانونيا. هذا التصويت الذي صوت به مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، هل يعتبر ملزما أم لا؟ مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. يعني الالزام بالكف عن ارتكاب جرائم الحرب لا يحتاج حتى الى قرار الى مجلس الامن. هذه موجبات مفروضه بالقانون الدولي وعلى جميع الدول نعم تنفذها طواعيه. نعم، لكن دعنا نتحدث عن الناحيه القانونيه لهذا القرار، قرار نعم. مجلس الامن صوت بوقف اطلاق نعم. النار، هل هذا ملزم بالنظر الى التصعيد الذي لا يزال الان في الغوطه؟ نعم، كل قرارات صادره عن مجلس الامن ملزمه. القرار نفسه عندما صدر هذا القرار قال انه يجب على الدول ان تنفذ هذا القرار استنادا للفقره الخامسه من ميثاق الامم المتحده، والفقره الخامسه من الميثاق تتحدث عن الالتزام الطوعي وبحسن نيه بتنفيذ كل قرارات مجلس الامن التي تمس الامن والسلم الدوليين، والقرار تحدث عن تهديد للامن والسلم الدوليين بسبب بقاء الوضع الراهن في سوريا وبسبب الأحداث التي تجري في الغوطة. طيب الآن مع هذا التصعيد هل ممكن أن يكون هناك أي إجراء قانوني بالنظر إلى التصويت؟ يعني للأسف هناك آلية قانونية متاحة لمجلس الأمن وللدول من خارج مجلس الأمن بالتدخل في سوريا ضمن إطار القانون الدولي. من داخل مجلس الأمن لدينا القرار 2118 الصادر في 27 أيلول عام 2016، والذي تحدثت فقرة 21 منه أنه في حال خرق أي بند من هذه البنود فيتم اللجوء لاتخاذ تدابير بناء على الفصل السابع، أي السماح باستخدام القوة. هذه الآلية الأولى. الآلية الثانية والتي لوحت بها ضمنا المندوبة الأمريكية والمندوب البريطاني في مجلس الأمن أثناء مناقشة هذه القرارات هو التدخل من خارج مجلس الأمن استنادا لمبدأ التدخل لأسباب إنسانية أو ما يسمى تبعين مبدأ المسؤولية عن الحماية. وهذه الآلية تتيح لجميع الدول بلا استثناء عندما ترى بأن هناك جرائم حرب أن تتدخل لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم أو لوقف هذه الجرائم في حال البدء بارتكابها. طيب لكن الآن لا يمكن أن يطبق ذلك على أرض الواقع بسبب نعلم بأن هناك بعض أيضا الضغوطات إن صح التعبير أو بعض الانحيازات من بعض الدول، لكن إيران والنظام السوري قال بأنه يلتزمان أو يحترمان قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يحترمان بالتحديد، لكن هناك لن يتم هناك وقف إطلاق النار باعتبار بأن هناك ربما إرهابيون على حد قولهم تتم تصفيتهم في بعض المناطق. هنا قانونيا كيف يمكن اعتبار هذه التصريحات، او قانونيا كيف يمكن ان يعتبر بانه فعلا دولتين قد احترمتا او نظام سوري وايران احترمتا هذا القرار، قرار وقف اطلاق النار من قبل مجلس الامن؟ يعني للاسف النظام وايران وروسيا ايضا، يعني يجب ان لا ننساها، هم الان يقومون بعمليه قياس الهامش الذي يمكن أن يتحركا به دون أن يثيرا ردة فعل من دول مجلس الأمن، خاصة بعد المناقشات الطويلة وأنا سميتها دبلوماسية الزعران التي مارستها روسيا في ابتزاز مجلس الأمن من أجل صدور هذا القرار، حتى صدر بهذه اللغة المخففة والمرنة جدا ونسميها بلغة القانون هي اللغة غير الحاسمة. الآن عندما يتحدث النظام عن أنه ملتزم بقرار مجلس الأمن وفي نفس اللحظة يحرك قواته لتقوم بعملية اجتياح بري واسعة النطاق أو محاولة الاجتياح البري واسعة النطاق للغوطة، فهذا يدلل مرة جديدة على عدم احترام النظام وإيران لكل ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات، وهذا اعتدنا عليه في السنوات الماضية. أنا ألفت فقط إلى تصريح رئيس أركان الجيش الإيراني اليوم الذي عن أن المعركة ما زالت مستمرة في الغوطة، وكأنه يقول للعالم ولدول نعم. الأمن تحديدا بأنه لا يأبه بكل ما تصدرونه من قرارات. هذا الإعلان عن رئيس أركان الجيش الإيراني
بأن معركة الغوطة مستمرة. نعم سيد سيد محمد الذي يواجهه مجلس الأمن من قبل إيران. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة المحامي محمد صبرة كبير مفوض سابقا في الهيئة العليا للمفاوضات، وكنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإماراتية أبوظبي. شكرا جزيلا لك.